IFM. IFM, grâce matinée, Inès El Gabsi, à la IFM, أحلى راديو. العشرة وتسعة دقائق عليا في محلى راديو. صباح النور، صباح الخير الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بخير وعافية، إن شاء الله تكونوا مستمتعين بالويكاند. اليوم مطر، اليوم الكياس يزلق، سيسوا رويحكم دابا دابا في الكياس. البحر الحقيقة مضطرب إلى شديد الاضطراب، دونك تفاديوا البحر، ما تمشيوش تعوموا اليوم وغدوة، نورمالمون يرجع نهار الاثنين البحر رايض ونجموا نمشيوا ونعوموا. نسلم عليكم برشا، تحياتي لكم مستمعينا وتحياتي زادة لليكيب الكل. مالك معليوي في الاعداد، عزه في الاخراج، ووي ام في الاخراج الرقمي. هذه غراس ماتيني تجيكم من توا النص نهار معايا انا انيس الجيبسي كالعاده. برشا فقرات نهزوكم اليوم، البنزرت ومهرجان بنزرت اللي فيه عروض متنوعه. اليوم عندكم موعد مع عرض المايسترو لي بسام الحمراوي، دونك يتدخل معنا مدير مهرجان بنزرت بعد شويه سي لطفي الصفيق، نزيدو نتعرفوا اكثر على البرمجه و حفل الاختتام مع نجاة عطية. في بوان سانتي اليوم نحكي سنين مع طبيب الأسنان أمين الورغي، كيفاش نتجنبوا الخوف من طبيب الأسنان. برشا ناس عندها فوبي من الدونتيست، دونك اليوم باش نحكي في الموضوع هذا. بعد شوية ملكة كشيش تجيكم بفقرة فو لي فام، نحكي على الرجال الميتومان أو مرض الكذب، دونك باش نحكي في الموضوع هذا بعد شوية مع ملكة كشيش. هذا وأكثر يستنى فيكم في غراس ماتيني. ملك المعليوي تجيكم بموضوع الساعة كالعادة، ونحكيو على موضوع يحكيو فيه برشا توينسا ويخوف برشا توينسا، هو دي الكلب اللي تفشى مؤخرا في تونس، ودعوة لحماية الكلاب. يتدخل معنا الدكتور علي الدين المديحي، طبيب بيطري فيما يخص الموضوع ذايا. وكالعادة موعدكم مع الاكتواليتي، وللأسف باش نبداو الاكتواليتي مش بالحاجات الإيجابية كما مستنسين، باش نحكيو على فيروس آخر يهدد العالم، وهو جدري القردة اللي خرج من الكونغو الديمقراطية وانتشر في بعض الدول الإفريقية وصل حتى الأوروبا لستوكهولم. دونك هذا وأكثر يستنى فيكم في غراس ماتيني كالعادة. زادة تتعاي تضل علينا بعد شوية بين البارح واليوم، واليوم نحكيه على خرجة المادونا في حمام. هذا وأكثر يستنى فيكم في غراس ماتيني، ما تبعدوش، خليكم ديما برانشي، نعملوا ترشيحة صغيرة بالموزيكا ونرجع في غراس ماتيني بعد شوية. يفهم غراس ماتيني إينيس الجيبسي من العشرة لنص النهار على يفهم أحلى راديو. العشرة وسبعتاشر دقيقة على يفهم أحلى غاديو، مرحبا من جديد الناس الكل، صباح النور، صباح الخير، إن شاء الله تكونوا بخير وعافية. هذه غراس ماتيني، مازلنا مواصلين معاكم حتى النص نهار. البداية بالأكتواليتي، والبداية بخبر وباء جديد يهدد العالم جدري القردة أو ليمبوكس، الخارج من دولة الكونغو الديمقراطية واللي انتقل إلى خمس دول إفريقية أخرى، وللأسف زادة انتشر في السويد في أوروبا، وهذا اللي خلى منظمة الصحة العالم تعلن حالة طوارئ عالمية خوفا من أنه يتحول إلى وباء عالمي. خلينا نرجع للفيروس الجديد ذي أو جدري القردة ونتعرفوا على الأعراض متاعه ومدى خطورته. جدري القردة ينتشر عبر سلالتين متفاوتة الخطورة، سلالة غرب إفريقيا وسلالة حوض الكونغو، وهو زاد تسبب في 85% من الأطفال المصابين به، 68% من الوفيات عند الأطفال. المنظمة الدولية والهيئة الإفريقية أشارت في بياناتها إلى تسجيل نحو 15,000 إصابة ووفاة 537 شخص من بداية العام. الأعراض متاعه هو حمى، صداع، ألم العضلات مع التفح الجلدي المؤلم، وفترة الاحتواء من أسبوع إلى 3 أسابيع. برشا دول تحركت واتخذت إجراءات وقائية،
ومنها تونس اللي هبطت بلاغ نشرته وزارة الصحة على صفحتها الرسمية على فيسبوك، بلاغ حول الإجراءات الوقائية المتخذة لمنع تسريب جدري القردة إلى تونس. اللي جاء في البلاغ قالوا على إثر إعلان منظمة الصحة العالمية أن جدري القردة تمثل حالة طوارئ عالمية أو دولية، وبعد التقصي والمتابعة في الموضوع تعلم وزارة الصحة جميع المواطنين أنها لم تسجل أي حالة لمرض جدري القردة وافدة كانت أم محلية بالبلاد. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة اتخذت جميع الإجراءات لتدعيم المراقبة الصحية واليقظة والترصد في البلاد، خاصة على مستوى المعابر من طرف المراقبة الصحية الحدودية. هذا وتؤكد الوزارة على جاهزية جميع الهياكل الراجعة لها بالنظر لمجابهة دخول هذا المرض للبلاد واتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة على المستوى الوطني والجهوي تحسبا لأي مستجدات حول الموضوع. كان هذا البلاغ حول الإجراءات الوقائية المتخذة لمنع تسرب حالات جدري القردة إلى تونس. إن شاء الله ربي يلطف بينا. برشا ناس علقوا على البلاغ هذايا اللي أصدرته وزارة الصحة، دونك برشا توينسا كانت تعليقها تعبر على خوفها وقلقها، فما اللي قال ربي يسترنا إن شاء الله، فما اللي قال هذه كورونا سيزون 2، فما اللي قال أشتموا رائحة حظر التجول ورفع الكراسي من الخامسة مساء. إن شاء الله ربي بعد علينا كل بلاي، وإن شاء الله ربي يحمي تونس. الحقيقة نحن هالسنوات اللي عشنا فيهم مذومة هاو كورونا هاو جداري القردة، وبعد شوية زيدة للأسف باش نحكيو على دي الكلب المتفشي زيدة في تونس، وصلنا لتسعة حالات وفيات من دي الكلب. بعد شوية في موضوع الساعة مع ملك معليوي باش تحكينا على داء الكلب، ويتدخل معنا طبيب بيطري باش نفهموا أكثر داء الكلب وباش نعرفوا كيفاش نحمي ورويحنا من داء الكلب. دونك نحنا 10:20 على إيافا، مازلنا مواصلين معاكم في غراس ماتيني. بعد شوية فقرة فو لي فام مع ملكة كشيش. ملكة اليوم باش تحكينا على مرض الكذب عند الرجال اللي نسميوها بالميتوماني عند الرجال، ودونك هذا هو موضوع وضعنا مع ملكة كشيش. زيدا باش نهزوكم البنزرت اليوم ونحكيو على برمجة مهرجان بنزرت الدولي وبرشا حاجات زيدا مازالوا يستنوا فيكم كما قلت لكم. بوان سونتي اليوم نحكيو على السنين، يجي بحذنا طبيب أسنان ونحكيو على الخوف من طبيب الأسنان. برشا ناس عندها فوبي من الدونتيس، دونك باش نفهموا مصدر الخوف هذايا علاش. هذا وأكثر يستنى فيكم في غراس ماتيني من توا النص نهار، ما تبعدوش بعد شوية فقرة فو لي فام. انتم تسمعوا في اي اف ام غراس ماتيني، إينيس الجيبسي من 10:30 نهار على اي اف ام احلى راديو. 10:32 على اي اف ام احلى راديو، هذه غراس ماتيني، مازلنا مواصلين معاكم حتى النص نهار. توت سويت وقيت بين البارح واليوم، ونهزوكم اليوم الحلق الويد، ونرجعوا ل 15 اوت لخرجة المادونا اللي باش تحكي لنا عليها تتعايد توت سويت، تحكي لنا على التفاصيل وتعايشنا الجو هذاك الكل. دونك كان في الاستماع ونقول لك صباح الخير تتا. صباح الخير بنتي، شنحوالك؟ طيب يعيش الحمد لله. عايش شبي صوتك هكا، شبي صوتك تحسو مريض شوية؟ لطف عليك. شي شقك فيك بذكير كاوش نعم، لطف عليك. إن شاء الله لبيس تحفظ على روحك. أي يعيش كيف بذك تهو سخانة وعرقو أي كهو وكيم كليماتيزور كهو العبد يمرق كهو. لازمنا نردو بالنا ما نقعدوش برشا تحكي كليماتيزور، ردو بالنا على روحنا وديما هكا الجريب الدور في السيف. أي لطف عليك تتا. يعيشي كيف ظلك يا ابني، ما عيشي تتا. رجعنا ال 15 اوت موعد الدات نتاع خرجة المادونا، احكي لنا. هاي احكي لنا تتا. هذه باش نرجعكم انا 58 كيفاش انا في وسط بعد 58 كيفاش اما بيا كلها قاعده تخرج بكري. اما في 58 صغيره وقتها ماشي كبيره برشا، وقتها حلق الواد مش فيه بوغاز، مش هكاكا فما بوغاز يربط حلق الوادي كله حتى البحر. نمشيو للكنيسيه في سيسيليا، فهمتني؟ توا موجوده الكنيسيه في سيسيليا، فهمتني؟ يتلموا كلهم، يتلموا لا مش اليهود وش، اما يتلموا النصارى والمالط وهذوكم يتلموا قدام الكنيسيه، وتبدا الكنيسيه
حل البيبان وهما داخلين في وكلهم يدخلوا روسهم مغطين مغطين باش داك بالفولاغ دونتيل هكاك لي شاف دونتيل يبداو رامينها على روسهم فهمتي وحافين يجيهم شلايكهم الكل تحت زبودهم هزينهم علاش؟ بذية والله حبيت أنا متقلقة كنت بحب نكلم سي عبد الستار ونسألو علاش باه ما يسألش اللي جابها ناخذوها نهار الاثنين عند سي عبد الستار عمامو اسألو علاش يحاسين وعلاش يغطيو روسهم الكل باه هذيك وما يدخلوا الغادي لما يغطيو روسهم وندخلوا نلقاو المادونا في الكنيسيه الداخل بالك شي تتالي قدست البلاصه هذيك خاطرها مقدسه البلاصه هذيك لا 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 في سور الايام يزوزوا روسهم عرايا ويزوزوا باش لابس بابتهم ويزوزوا يصليوا يزوزوا نهار لحد يصليوا في خاطر غادي المنبع في سيسيليا غادي يقول لا ويزوزوا يصليوا ثم حاجه حرف علاش فهمتني علاش حاسين تو يقعدوا غادي يبداوا يعبوا فك النشيد نتاعهم والغناء نتاعهم وتبدا العرب دايزه معاهم بعداش يخرجوا يهزوا المادونا ويدوروا بها حلق الواد الكل المادونا هي شنية باش نفسروا للناس اللي تسمع فينا ما تعرفش شنو المادونا هذيك معناتها السيده مريم عندهم هما كيفاش تبدا عروسه كيفاش تبدا على كل عروسه تطيح هيك هذيك تبدا معموله هذيك سيدنا عيسى يحطوها على حاجه تمشي بالعجالي كروسه نقولوا مش كروسه خاطر الكروسه عاليه اللي حاجه واطيه يبداو يكركروا فيها يبداو كاين فلوكه يبداو يكركروا فيها ويكركروا فيها هذوكم البباصات هذوكم الرجال والنساء متو لابسين فما اللي لابسين بباصات فما اللي كلهم لا معناتها نورمال يبداو في جرتها في جرت هذيك وكلهم في جرتها احفايه وروسهم مغطين وفي يدهم شمعة كل واحد في يده شمعة يبداو ماشي يدوروا حلق الواد الكل واخر دوره بتاعهم يمشوا للبحر. البحر يرجعوا من وقتها ما عادش يحطوا ساقهم في البحر. تلقاهم قاعدين ترجع المادونا للكنيسيه ويرجعوا يلبسوا شلايكم ما عادش يحطوا ساقهم في البحر كان زقوت ما عادش يعوموا علاش علاش 15 اوت علاش هي خرجت المادونا لو 15 اوت شنو هي الداتا هذيا شنو ترمز؟ معناتها انا اللي مفسرتها معناتها حسب الكلام ده هو وسو يبدا لو 24 جويي يوفى لو 15 اوت يقعد 20 يوم يقول لك 20 يوم اوسو صيف و20 يوم اوسو خريف يا حسره هذا قبل توا الطقس تبدل هذيك اكلي هما معناتها يتبدل عندهم البحر يتبدل مع الشعوب يوليو تراهم كان قاعدين قدام الديار معناها خلينا نفهم تتعايدة باش نفهموا معاك للناس اللي ما مش فاهمه الحكايه مليح دونك خرجت المادونا هذايا لو 15 اوت عروسه يدوروا بها كما قلت لي الديانات الكل كانت في تونس يا حسره لا كيك المادونا كانت تدور في اني فما البقعه اللي فيها البحر نقول لك كل بقعه فيها بحر خاطر راهو سي خرج ما عادش راجعين باش نعوموا باش يقولوا للناس اللي البحر ما عادش يعوم وسكرنا كما يقولوا البحر ما عادش يعوم وتسكر البحر تولي البحر تلقاه الكل يهود عرب مالط انا ما تلقاش فيهم المسيحيين جمله المسيحيين ما عادش يمشي اي المسيحيين ما عادش يهبطوا للبحر مسيحيين من لو 15 اوت ما عادش تلقى المسيحيين يهبطوا للبحر المسيحيين يمشوا بالقاعده هذيا لو 15 اوت كي عملوا خرجه المادونا ما عادش يمشيوا ما عادش يمشوا للبحر يقطعوا البحر ويولوا ما عادش ماشيين ويمشوا عاد وانا عاد صغيره ونقول لها نحب صندالي تقول لي امشي واسكت ما لازمش امشي حافيه وكل ما نعمل صندالي تقول لي امشي وامشي واسكت وقداش تقعد تتالي احتفالات تبدا من الصباح وقتاش تبدا؟ من الصباح يبداوها من الصباح ما توفاش قبل ما يسعفين ما الثلاثه حتى يتلموا حتى يعملوا يبداوا والغنيات نتاعهم والاناشيد نتاعهم وحتى يرجعوها لبقعتها ويرجعوا كلهم يلبسوا شيك ويعملوا هكا يدخلوا غاديك يحطوا كاينه شاشة زيت ولا شنو حطوه يدهنوا به هكا هكايا ويخرجوا كل واحد لما يتعدى عليك البقعه ذيك نتاع الباباس وقت طريف الزيت ولا الواحد ويحطوا الشمعه نتاعهم غاديك يطفيوها غادي ويخرجوا اي وخرجت المادونا تتعايده كانت حاجه مهمه برشا قبل اي غادي بكري كانت المادونا يبداو يستناو باش نخرجوا نتفرجوا فيهم ولا بد يخرجوها المادونا بتاعهم
انا معناتها 58 و 60 والكل و 67 صدق كلها من مادونا تخرج كل عام تخرج المادونا فمش عام ما تخرجش المادونا في حلق الواد. وكما قلت لي انت في حلق الواد والبلايص اللي فيهم بحر اي مثلا يجيو جبعت لك رم مش بعت كل يخرجوا كامل حلقوا الكنيسيه الكبيره بتاعهم تاع حلق الواد والا الفوقانيه بتاع كرتاش. الفوقانيه هذوك اللي يخرجوا منهم يتلموا معناتها مش فهمتي يتلموا من الكنيسيات معناتها اللي هما فيهم الباباس الكبير بتاعهم والواحد بتاعهم. تتعاد قبيله تحكي لي قلت لي قبل في حلق الواد وفي برشا بلايص زاده من تونس كما نعرفوا كانوا كما قلت لي كانوا فما المسلمين واليهود والمسيحيين وكلهم متعايشين مع بعضهم في سلام ويحبوا بعضهم متعايشين مع بعضنا. اسمع احكي لنا كيفاش كانت قبل متعايشين مع بعضنا حتى نستحقوا بعضنا ونعملوا إذا واحد بحذانا قد قد معناتها عندنا بولونجري كبير فهمتني اسمه سير هذاك وقت نبداو مروحين من البحر نتعداو سلفاداري شو ناخذوا خبزات فهمتني نيين مش طايبين من عنده وبلاش يعطيك نعملوهم بيتزا للعشيه فهمتني نروحوا من السينما ونلقاو البيتزا طابت نزوها طابت وعملت فهمتني كانوا ياسر معاشرين ونقعدوا معاهم ونعملوا معاهم القلوب معاهم والواحد وتحب ويظهر كنتوا تحتفلوا باعيادهم وهما يحتفلوا معاكم باعيادكم زيد اي كان تشوفوا شي يموتوا على العصيده نتاعنا اي المولد نتاعنا يحترمونا في المولد للاخر وياكلوا العصيده معانا بخصوص نبداو نطيبوا عصيده عربي وعصيده زكوكو ما كانتش بترتب عصيده البوفريوه السنين هذوما فهمتني يبداو شيخين على العصيده نتاعنا العربي والزكوكو فهمتني وياكلوا معانا ويعملوا معانا مالك يبداو اي عصر اي طيبت اي طيبت العصيده اي طيبت اي طيبت نجيها فما عصيده يبداو يتكلموا بلغتهم هما. وذاك علاش في تونس فما الاختلاط هذايا معناها ونحكيو بلغتهم شويه وهما زاد خذاو علينا شويه وخذينا منهم برشا حاجات حتى في الماكله وفي برشا حاجات. يا امي معناتها والدينا وخالاتها كل ما يعرفوش ما قراوش ما يعرفوش تعلموا عليهم السوري. تعلموا عليهم اللغه السورية يقولوا كلمات سوري معاهم ولا يكلموهم بك اللغه السورية يقولوا شنو هي يكلموهم بك اللغه هذيك شنو هي هذيك ولا بالايطاليان ولا بلغات ولا باليهودي ولا باي لغه يكلموهم ولا يرشوا عليهم كلمات بالكدا يكلموهم اسمع بكري كنا نعاشروا برشا نعاشروا ما فماش غدره كانت بكري ويحافظ عليك ويعمل عليك قلت اي مشي روح اي اش تعملوا لي ما انت بنت الجيران يرد بالو عليك بنت الجيران يا روح ما فماش وحباب ويشيلك وتشيلوا يشيلك. وفي الماكله تتعادى شو واخذين عليهم نحن في الماكله؟ البريك احنا خذينا احنا خذينا الماكلة مكسرها على اليهود ملحقة البريك على اصله معناتها قولوا البريك وقولوا معناتها بريك بالورقة بريك حلق الواد بالورقة اي معروف توا البريك بالورقة انا ولا بد ذاك رمضان معديه بالبريك بالورقة نولي انا داود نتاع حلق الواد بالبريك بالورقة تمشي تشريه ولا تقد وحدك تتعايد لا نقد وحدي لا نقد وحدي كيفاش نشريه بريك بالورقة بيت تشريش تحل في الدار الورقة الورقة تتحل ما تشريش ما مشرية الورقة ونعمل بريك بالورقة المدفونة شو ما يبيعنا البقيلة المدفونة مش مصيحة البقيلة هي أصلا البقيلة نتاعهم البقيلة نتاعهم المدفونة كي يعملوا تفليم فرح اليهود كي يعملوا تفليم نبداو كنا فيه التفليم هو صغير كي يعمل 15 سنة ولا بد ما تبلغ يعملوا له الحفله نتاعو اسمها تليم واللي يطيبوا واللي يعملوا واللي يجيبوا عواده واللي يصنفوا والبقيله والكعابر والخير كله يبدا مصبوب والعباد تبدا العوادات منصوبه فهمتني مع بعضنا نبدا وناكلوا ماكلتهم احنا اليهود وهما ياكلوا ماكلتنا حتى يعرفونا ما ناكلوش اللحم مش معمول مش حلال مش حلال فوالا ياكلوا ماكلتهم ناكلوا ماكلتهم اليهود فهمتني ياخذوا من عندنا وناخذوا من عندهم
فهمتني؟ كانوا جيرانكم في حلق الواد وجيراننا وجيران في هما العرب شويه، مثلا تلقى ثلاثه اربعه ديار عرب وعشرين دار ما بين يهودي ومسيحي وكل المالتي وكل كل هذيك هكاك وثلاثه اربعه عرب هكا كنا، ما فماش معناتها ما تلقاهمش برشا عرب في الخمسينيات، ما تلقاهمش برشا عرب قليل تلقاهم، ويجيب لك يصطاد لك ويجيب لك الحوت المالتي على الواحد يجيب لك يدق يجيب لك مخلط تسمى مرقه، تسمى مرقه معناتها مخلط الحوت انواع اللي اللي استاد منه يجيب لك منه يا فطورك يا فطورك. دونك ديما فما كل كرم وكل موده وكل اي توا توا اللهم عارفينها واحنا اللي عشنا هكاك ما عادش نجموا نعيشوا، بابك مخلوق عليك مسطر ما عندكش وقتي بكري يقولوا جارك القريب خير من خوك البعيد، خاطر جارك القريب تستحقه وخوك بعيد حتى يخلط لك انت مثلا، دونك تعمل هكا تلقى جارك يحن عليك يعمل عليك مش يحن في حاجه، ماكله مبدله ما عطيني ونعطيك، استحفظ عليا ونستحفظ عليك، ما يضركش ما يلوحش الزبله قدام دارك، ما يعملش يبداو حاجه اخرى حاجه اخرى بكري عشنا عشنا الحقيقه تتحسر عليها الفتره ذيك تتا اي الستينات والسبعينات والثمانينات تتحسر عليهم، خاطر وتعرف شو الفهم كان فما كان فما التربيه وكان فما الاحترام برشا احترام الصغير يحترم الكبير والكبير يحترم الصغير ما يذلوش زاد فهمتني، والدنيا نظيفه ونظافه والاحترام ومتأدبين متربين، توا الصغير يقوم يفهم الكبير ما يخليلوش حتى كي تقول له بتعمل هكا مش هو واجيه معاك تقول عملت يقول لك انت شي همك يا اخي انت بلديه هكا قالت لي هكا 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 قالوا لك النوع. والله والله وراش بنتي هاني مريضه خرجت من الطبيب وقفت نستنى في التاكسي انا واقفه وهي دخلت كشك دخلت شريت منه كلاس وشريت وبدات نحي فك الكويرد نتاع الكلاس وراحت تلوح وتك، قلت لها علاش ما حط في الشكاره، قلت لها يا حطوك البلديه هو انت مع انت كي ام وعملت هكايا هو الشاب يعمل انا جيت باش نقول لك تاتا هذايا مسؤوليه الوالدين يا اخي، هاك قلت لي ديجا الام هذايا اللي قلت كل ام على الدنيا سلام كيفاش تحب انت باش يطلع الصغير للاسف احنا كي كان الكبير يرجع الصغير يقول له لا ما تعملش هكاكا، لما تكلمش تقول له ما تعملش هكاكا تهزش عينيك في الكبير ما تجاوبش الكبير وما تقولش الكبير كلمه ولو قال لك ايش قل لي ما ترجعش عليه للاسف للاسف يا ولدي تربينا معناتها العمه تتربي المم ما تكلمش المرطعم زاد المرطعم حتى كي تجي تعمل السلفه ما تكلمش الخاله ما رجعوش لك ما رجعوش تقول لك ايه ما يسالش ولا حتى غلط تقول لك ايه ما يسالش ماهيش بتقصد ماهيش بالعاني ماهيش هكا لا خاطر تحبك هذا معناتها شنو حتى على مستوى شعراتنا شكون يقوم صباح قبل ما يعمل شيء ما يشد شعره ما هيش ليه كهو تتعايد هذاك الزمن الجميل وصح عليك اللي عشته انت الوقت غير الوقت تبدل للاسف زمن الجميل وبرشا حسره في كلامك ميرسي يعطيك الف صحه تتعايد ان شاء الله لاباس رد بالك على روحك ان شاء الله نكلموك غدوه يبدا صوتك هكايا تحسن ونكلموك الجمعه الجايه تبدا تحسن وتوشفيت دونك ان شاء الله لاباس وميرسي بوكو تتعايد هذه فقره بين البارح واليوم نحن توت سويت نحكيو عن نساء وبلادي نساء ونصف في فقرة فولي فام مع مولكا كشيش لكن ببليسيتي ونرجع معكم انتو ما تسمو في اي اف ام غراس ماتيني إينيس الجيبسي من العشرة نص نهار على اي اف ام أحلى راديو العشرة وثمانية واربعين دقيقة عليا في أحلى راديو هذه غراس ماتيني مازلنا مواصلين معاكم حتى النص نهار توت سويت فقرة فولي فام مع ملكة كشي صباح عليها قبل كل شيء ملكة بونجور بونجور صباح النور صباحك أحلى صباح لاباس وينتك اليوم جتنا بموضوع كبير برشا اللي هو الكذب المرضي عند الرجال هكا الكذب المرضي أو لاميتوماني
الميتومانيا عند الرجال، معناتها نحكيو على الرجال، الميتومانيا هذه تقلق نساء، تضر نساء، هي موجوده عند الرجال وعند النساء. ما شنو اليوم باش نحكيو كي يبدا راجل ميتومان في حياه امراه كيفاش تتعامل معاه. يلا فقره فولي فام. فولي فام بهي انا باش نقول لك على الميتوماني اللي هي حتى الاسم نتاعها بالعربيه حسيته معبر اكثر. ايش هو الهوس الاسطوري؟ هكا ممكن ترجمها هكا. انا ترجمتها الكذب المرضي. هو كذب مرضي اكيد. الناس هذوما موجودين في حياتنا كيما تنجم تكون امراه كيما ينجم يكون راجل. ربي بعدهم علينا، ربي بعدهم علينا، خاطر متعبين برشا ومش سهلين باش تنجم تجاريهم انت في حياتك اليوميه. اليوم حبيت نحكي مش جست على الراجل اللي يكون بارتنير، خاطر ينجم يكون عندك شخص في حياتك عنده كذب مرضي ويقلقك، كيما ينجم يكون شريك حياتك، كيما ينجم يكون زميل في العمل، كيما ينجم يكون فرد من العائله، في كل الحالات هو يقلق. الناس هذوما للاسف المرض هذايا اللي يجيهم بالحق هي حاله مرضيه تتطلب علاج وتتطلب سويفي مع بسيكياتر وتتطلب معناتها برشا وقت، على خاطر الانسان اللي يبدا ابتلاء بها ما يبداش واعي بالحاله نتاعو، هو يعيش في واقع اخر موازي مقتنع باللي قاعد يعيش فيه، حاسه هذاك هو الحقيقه، يبدا يحكي في حاجات ما يتخيلها كان هو، ومقتنع للحاجات هذيا الناس حاجات حقيقيه تخليه السيناريو، تعرف اللي يقول لك يكذب الكذبه ويصدقها، هو تلما يبدا يحكي لك انت ساعات تشك في روحك وتلقى روحك الناس هذوما ما تنجمش تكذبهم، وهو مقتنع اللي هو قاعد اللي هو صادق ويقول في الكلام الصحيح، ولا يعرف روحه اللي هو قاعد يكذب. هو شوف هو شو هي تبدا راهي يقول لك جينيرالمون تبدا بعد ال 15 سنه، معناتها في برشا دراسات يقول لك راهي بعد ال 15 تبدا ويبدا مش فاهم روحه. وشنو هي الغايه منه الكذبه هذه؟ برشا حاجات، برشا اسباب، يزين الواقع باش يزين الحاجات، شنو علاش؟ يزين يمكن هو مثلا مصلحته من ينجم يكون حس بعدم قبول، ينجم يكون في الاثبات، برشا الاسباب هي متعدده. الحاله وقت اللي تتوجد هو راهو في وضع معين يحب يقنع العبد بالحاجه اللي يحب عليها، يخترع الحاجه هذيك في خياله ويبدا يحكي لك فيها وبها يعيش. ومش بها يعيش، بها يعيش بها يتنفس وبها ويجي راهو يحكي هيلك ويعطيها معناتها دي ديتاي، معناتها الكذبه عباره دار فارغه، يجي يحط لها كريسي عنده قوه خيال هذا واسع وعندهم ذكاء ايماجيناسيون قويه برشا جوستمون، عندهم ذكاء مش عادي راهو في الكذب نتاعهم، معناتها هما ناس ساعات تلقاهم دو تري بون كومونيكاتور، معناتها تلقاهم مقنعين وتلقاه انت تحكي كلمه ساعات يعرضك، حتى قلت لك هو نجم يعرضك في حياتك يكون شريك. انت اليوم ما عرفته هكا هذيك علاش برشا يقول لك اليوم نجم يطلع لي فو بروفيل، هذوك راهم لي فو بروفيل موجودين برشا، فما لي فو بروفيل تلقى يدخل ويعيشك حكايه ويهزك للعالم اخر وهو فو بروفيل في الاخر. فو بروفيل معناتها فما شكون هو تلقاه معناتها عنده حياته اموره مريكله، يجي يدخل في حياه امراه يقول لها راني انا معناتها فما يوصلوا ساعات او فو بروفيل ويبدا يحكي معاك هكا على هذوما الميسنجر وكل تشوفوا ويحل معاك الكاميرا وتشوفوا يطلع هذاك فو بروفيل ما تفهم حتى شيء، معناتها يمشي معاك لبعيد ما تفهمش ذكاء اصطناعي شنو ولا حكايه. هذوكم فيهم انواع، هذوما الحاجات نحكي لك ساروا معناها هذوكم انواع، هذوكم فما اللي يقول لك فما حتى اللي يعملوا دي بروفيل نتاع نساء ومن بعد يعطيه جوست هكا يحط بروفيل المراه باش تقبلوا المراه ومن بعد، هذوكم حالات اخرى. اما اللي هو ثم اللي يدخل في حياه المراه فما شكون حتى وصل حكيك حكينا سمعتها معناتها وصل لمشيخ تبع هو معرس عنده حياه موازيه، هو معرس مشى خطبها وجاب الموسم الاول والموسم الثاني وقرب العرس وفي اخر وقت لقات ان هي عايشه مع فو بروفيل، وهذه سيت ميتومان. قلت لك معناتها هي حتى هذه الانسانه اللي حكيت لي الحكايه قالت لك انا ما كنتش نشك لي لحظه انه عنده حياه موازيه، قالت لي ذاك اللي مهبلني اللي كي نرجع توا بالسيناريو قداش من عام معناتها عامين قالت لي تتكلم ويهز التليفون في كل وقت تحب تقابله كيفاش ما تعرفش كيفاش ما تعرفش. ينجم زاد الميتومان هذاك يعرضنا في الخدمه انا نرى هذاك قلق اكثر حتى من الفو بروفيل شو اذا كنت تخلو خرج يكون البارتنير نتاعك يقلق اكثر، معناتها يكون البارتنير نتاعك ميتومان اكثر من زميلك في العمل، ولا خاطر البارتنير باش تتعامل معاه اكثر في حياتك، معناتها زميلك في العمل من يقلق هو صحيح يقلق، نجم يعمل لك شويه مشاكل في الخدمه
هو شوف اي نجم معناتها نجم يركب لك على جهدك ينجم يخرجك كذبة قدام ناس انت تخدم معاهم ينجم يضرك ويخرج روحه ما ضركش معناتها هذه انسان احنا في العمل لازم نكونوا ديما طمع للاسبري ديكيب ولازم العباد الكل تخدم يد واحده تصور انت يجيك حد اللي يكذب نهار كامل وانت في العمل عندك مسؤوليه عندك بروجي عندك بوست انت مسؤول عليه وعندك انتاجيه مطالبه به ويبدا معناتها معاك في الخدمه انسان ميتومان كيفاش باش تعمل معناتها ما تنجمش تصدقوا حتى في لي زوبجيكتيف ينجم راه يكذب عليك في ديتاي صغيره وين رانا نحكيو على الحالات هذوما نحكيو انسى ورجال ملك موجودين انسى ورجال احنا ديما نقولوا الفقره ولي فاهمه ما راهي هي موجوده باش ما نظلموش باش ما نحكيو كان على الرجال كاع بصفه متساويه راهي عند النساء وعند الرجال لا ميتوماني معناتها ما ثمش نقول لك ليه دراسات اثبتت انه الرجال اكثر لي 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 بريسك معناتها كيف كيما تلقاها عند المراه كيما تلقاها عند الرجل في الحالتين هي تقلق الناس هذوما كيفاش باش تتعامل معاهم ما تنجمش تصلحهم احنا برشا ندخلوا في كاها نحبوا نصلحوهم نحبوا نبدلوهم ماكش مسؤول على الناس هذوما اذا كنت نجم تتحرر منها العلاقه هذه مهما كانت وفطنت بيه والشخص هذا تنجم تخرجه من حياتك ويتشد اكيد يتشد كذبه كذبتين من بعد راهو باش يتشد هما يبداو مفضوحين راهو سيغتان مومون هما لي ميتومان تلمون يوليو انكاجي في الكذبه نتاعهم يسخايبوا سي بون عديوها العباد الكل مي ان سيغتان مومون خاطر تلمون يتهاولوا راهو يوليو يكذبوا لك في حكايات صغيره حتى دابوست الماء نجم دابوست الماء بجنبه ما تيخترع لك عليها حكاية وانت قاعدة تشوف فيها عيني في عينك دونك سي يولي انجاجي في الكذبة بصفة كبيرة انه سي تدخل في حياته اليومية وقع على قد ما هو يولي يكذب في تفاصيل صغيرة من اللي يكون من الأول يخمم في كذبات مهمة اللي هي مؤثرة اللي هي داعمة ليه في, في, في مخططاته يكي ستينس يولي يكذب حتى كذبات صغيرة وغادي كل شيء وغادي وين تشده بكل ديتاي الصغار غادي وين تشدوا وقتها تبدا انت تفطن خاطر كي تتكرر قديش باش يقول لك احنا عندنا مثل تونسي محلي الكذاب زيد شويه واسالوا دونك انت الشخص هذاك تلمون يدخل ويبدا انجاجي في الكذب نتاعو حتى في لي ديتاي الصغار دونك تفطن به دونك هذه شنو نقولوا احنا ما ندخلوش في دور المنقذ خاطر ما نجموش نبدلوا الناس هذو ما نحاولوا احنا نبعدوا عليهم لماكسيموم بوسيبل اذا كنت نجم تتحرر من العلاقه اذا كان اليوم عندك شخص في عائلتك وعنده كذب مرضي وانت الشخص هذا ما تنجمش تتخلص منه حاول انك تجيب السياسه وتحكي معاه ما تكونش جارحه ليه وعلاش اللي تقنعه انه يتعالج يمشي لبسي وتعاونوا انك بشوي بشوي تواجهوا بحاجات صغيره اذا كان لبسي قال لك زاد تبع اللي باش يقولوا لبسي نتاعو خاطر شوف سي شوكون راهو العبد وقت اللي فاري مهما كان المرض النفسي نتاعو وقت اللي تواجهوا به سي توجور شوكون وهو يقول لك اشطر العلاج انك تتقبل المرض نتاعك ديجا لازمك تستنى حتى هو يتقبل الحكايه هذيك بشوي بشوي هذه في حاله اذا كان الشخص مهم في حياتنا وما نجموش نحيوه اذا كان احنا انسان في محيط العمل ولا انسان نجم نتخلوا عليه نحاولوا نتفاداوه الماكسيموم بوسيبل اذا كان في محيط العمل والميتومان هذا ما تنجمش تنحيه فحاول انت اثبت روحك بخدمتك بنجاحك حاول ديما تخلي تراسابيليتي مع الشخص هذايا وصدقني كما قلت انت راهم يتكشفوا تو وتاخ معناتها الانسان الكذاب باش تفطن بيه واضح وعنا برشا هكا في تونس ملكه المرض الكذبه هذايا عند الرجال ولا عند النساء موجود عنا من كل شيء باش نقولوا نحن يشوتوا في تونس شو ثم هو ثم بيتر هو مش ميتومان لكن مثلا يحبوا يدخلوا فيك الوري والويحهم احنا نقولوا الفيس بالتونسي يحب يصنع روحه شخصيه ما ثماش هذيك علاش اليوم تلقى الناس حتى برشا يقول لك ثم توينسة الانستغرام وتوينسة اللي في الدنيا هذيك علاش نقول لك هذيك راهي منها كان تصويره اللي حطوه لك على الانستغرام هو حاجه حاب يسوقها لك مهما كان في الانستغرام هو اختار لك احلى بارتي في حياته ولا احلى بيريود اكيه ولا احلى هكا معناتها الحاجات المزيانه اللي يعيشهم في حياته كيما ينجم يعيش حاجات خايبه لكن يختار يصور لك الحاجات المزيانه هاني نحوس هاني نسافر هاني نشري هاني نكونسومي هاني نعملها هذايا الكل هذيك علاش احنا كي نشوف في انستغرام مش الناس الكل معناتها اللي تحط في انستغرام مش اللي تحط فيه صحيح ولو مش الناس الكل اللي تحط في انستغرام تحط في حاجات تحب تتباهى ليه ثم ناس يحبوا يبارتاجيو الفرحه نتاعهم ويحبوا يبثوا الطاقه الايجابيه وثم الناس اللي كما قلت انت راهو كيما يختار لك بعنايه جوده الصوره ولي كولور اللي فيها واللبسه اللي يلبسها يختار بعنايه زاد شنو يخليك تشوف معناتها مش كل شيء اللي تراه هذيك حقيقه هذيك علاش ما لازمناش نتاثروا كي نراو شخص احنا اذا كان نمر بظرف صعيب ولا اذا كان ما عندناش نفس الحياه ما لازمناش نتاثروا راهو ديما
ما تعرفش الخفايا الامور، ما تعرفش لوتر فاسيت نتاع التصويره هذيك. هذيك علاش كل حاجه كل شيء ناخذوه بحذر في كل حالات، مهما كان، حتى كان كما قلت انت كذبه صغيره ونسوق الحياه هي ماهيش حقيقيه. انا تعرف شنو نقول، الشخص هذاك شنو يحس روحه وهو قاعد يكذب على روحه قبل ما يكذب على الناس الاخرين. حاجه صعيبه ياسر. كل شيء كي يبدا كما قلت انت مريض ويولي ما عادش يحس روحه وقتها يعمل في حاجه عاديه ونورمال وصحيحه. في الميتوماني ما عندوش حتى احساس بالذنب وما يواجهش روحه ومتقبلها الحكايه وما نجم يعيش كان بها وما يتغذى كان بها، وهذيك الحاله تزيد تمشي وتزيد تكبر بيه. اذا كان ما تتعالج بيان سور تمشي وتزيد تكبر فيه بيه وتمشي وتزيد تضره، خاطر بعد باش يولي مسؤول، عنده عائله، عنده صغار، عنده دار نسيب، وعنده معناها حاجات اخرى باش تدخل له في حياته. دونك قديش منه، قديش الكذب، قديش باش يقعد وصغارك باش تكذب عليهم والبارتنير نتاعك باش تكذب عليه وانسابك باش تكذب عليهم. دونك ان شاء الله معناها كان لازم شويه وعي باش يمشي يتعالج هو وكها. لازم شويه وعي وشوف ثم علامات هما من الشخص. الاشخاص هذوما انك راه تلقاهم مثلا ما عندهمش، عندهم عبيد يقول لك عندهم صحاب لكن مش برشا، عندهم دي كونيسونس لكن الصحاب القراب اللي نجموا يتحملوهم بصفه يوميه تلقاهم في ان سيغتان مومون يبعدوا. علاش؟ على خاطر يفتنوا بهم ويتقلقوا، والناس هذوما كيما قلت لك بالاحتكاك بهم تفطن بهم، واللي تبدا حالته ياسر مستعصيه تولي حتى من اللحظه الاولانيه تفطن به. واضح، ربي بعدهم علينا هذوما المرضى بالكذب. شكرا، ميرسي بوكو ملكا كشيش. ترجع لنا الجمعه الجايه بموضوع اخر يخص انسان. احنا بعد شويه كيما قلت لكم موضوع الساعه داء الكلب، البوليميك الكبيره اللي صايره على داء الكلب، زاد فيستيفال نحكيو على مهرجان بنزرت دولي. بوان سونتي يجي بحثينا دونتيست يحكينا على الفوبي من الدونتيست. هذا واكثر، استنى فيكم في ساعتنا الثانيه من غراس ماتيني. توت سويت يجيكم حمزه يحكي لكم على حاله الطقس، وبعد احمد تليلي الاخبار، ونرجو معكم.